دكتور دمرجي راهو معنا يتفضل الهاتف وممكن يتدخل معنا هو أولى. دكتور مساء الخير. السلام عليكم والتحية العافية لكل الحضور معك. نعم تحية لك ونشكرك على هذا التدخل. دكتور ما هي أخر المستجدات وأنت تتابع جيدا ما يدور في الساحة الكروية والساحة بصفة عامة فيما يخص فيروس كورونا؟ اليوم 60 حالة بالنسبة للجزائر، عدد الوفيات أيضا ارتفع، ماذا تقدر أن تقول لحد الآن؟ الحقيقة هو ليس بالهين، الأمر ليس بالهين. أنا من بداية الأمر خلينا الأمر بجدية، ولكن كنا كان عندنا سويفي افيك اتونسيون سي بارتيكولير على لي ريكومونداسيون تاع التوصيات الوصايا تاعنا مع وزارة الصحة، ونتبعوا في ليفوليسيون تاع لي كا بوزيتيف. وصلنا في الإجراءات متخذة في بداية الأمر، وصلنا حتى وين درنا لي ماتش افيك لو، وانا كان عندي خرجه في الميادين وعندك دي ميتا يبعثهم لي ودي تيرا. انا بيت اون تو من ملاعب وتسع ملاعب اون تو. الشيء اللي دهشني باسكو انا في بدايه الامر في الاسبوع الاول درنا التوصيات الاولى لتفادي انتشار هذا الوباء، كان مرتبط بالابيديمي، مي زدنا عندنا منشور ثاني باستعانه المركز المختص طب الوبائي والطب الابيديميولوجي للسيرفيس دو بروفيسيون دو امارلو، ودنا لي ريكومونداسيون والتدابير الوقائيه اللي لازم يقوم بها اللاعب كلاعب وكهيئه وكفريق. الشيء اللي دهشني ودهشني وتاثرت كثير بزاف كثير كثير هو عند مش متلقيت كونستا دو لاباديميت اللي خرجوا لي تيران، وانا كذلك مشيت لواحد الملعب لقيت باللي ادنى الشروط النظافه ماشي موجوده. قلت واش ما لقيت لي ريكومونداسيون درناهم ودرناهم كبير دو فوا على مرتين لي ريكومونداسيون، ولكن في البدايه غير مطبقه. تدخل لي سانيتير ما كاش مثلا صابون ليكيد، وصلنا حتى واحد الملعب نسيت واش ملعب الماء التالي ما كاش. كيفاش ممكن نحاربوا وباء؟ هل اخذ الامر باستهزاء؟ ما عرفوش قيمه الفيروس، الفيروس اخطر الفيروس باسكو ما نعرفوش، مش كمان ما عندناش لي دوني كونفونابلومون تاع الفيروس كيفاه يتعامل، كيفاه على بالنا بلي ينتشر بسرعه، الفيروس تاعو ينتشر بسرعه خطيره جدا، ولكن مازال ما نعرفوش اكزاكتومون لا بروف كون با دو فاكسان كونتر سو فيروس. ولكن الناس خاطوا بالامر هين. انا شفت حتى سيزاو بيه دكتور في احد المقابلات عندك ضابط الشرطه جاب ولادو يشوفوا الماتش. يا اخي كان قلنا ويكلو دونك ارتفعت تقرير لرئيس الاتحاد، وقلنا هذا خطا بعد الاسبوع كنا ويكلو اللي قلت له ماشي حل، اللي قلت له باسكو مجموعه صغيره ممكن يتفشى فيها الامر. دونك وصلنا لمقاطعه كاريمون للشامبيونان باش نقصوا انتشار هذا الوباء. ولكن الوقت الان على مستوى الفرق، انا كنتكلم ما تكلمش على الفرق النخبه ولا الفرق الانديفيدوال، كل الانديه لازم هنا الكلوب ولا البريزون دو كلوب لازم يعطي قيمه للتعبير كوجود التعبير من امر مهم. خشنا التصرفات بعض الانديه وبعض الرؤساء تبريك في الدوسي في كادي شارج يقول لك بلي كان طبيب ويجيب الدومون تاعه ويدير الريسونس تاعو تاع في الميدان، ما كاش ما كاش. وصلنا اليوم كما رانا اليوم بعض الفرق المختلفه تمشي مقابلات خارج الملعب تاعها بدون طبيب، تمشي غير مع الكيني ولا مع سوانيو. هل هذا من المعقول؟ شيء لو صار شيء خطير لازم يكون وعي حضاري وعي سياسي عند هذه الفرق باش وليتي كونتر هاد لا ترانسميسيون دي فيروس. باسكو الان وصل هذا المشكل النشاط ما يلقيش الكره البرك، يلقيش المجتمع الجزائري ككل كدوله قد اكبر دوله في العالم وهبطتها جنوب. دونك سي با دو لا ريغولاد، يستهزاو في الفيسبوك ويديروا نكت، سي با لو مومون، سي سيريو سكي سباس اون ماجيريتي سكي سباس دون لو موند.